دكتور محمد عبد الرشيد او كنت تخصص داوينت عضرات كدها ديفشيتكا فيسكلها اي بواسيرتها كان هول قال جير اسبيتال كسومالي سيريان ايا هدا كهول بلا اسبيتال اقاس عضرات كدها ديفشيتكا اي بواسيرتها اسبيتال كو وخه كيا لا ودده تليخ دغمده هدن اغار كم قاعده فتحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتنا الشعب الصومالي الشقيق، معكم الدكتور محمد عبد الحميد اختصاصي في امراض جهاز الهضم والمناظير والبواسير. أنا من سوريا، كنت عمل في ليبيا 5 سنوات وثم بدأت في العمل في الصومال منذ عام 2017 في المشفى الصومالي السوري، والآن انتقلت من المشفى الصومالي السوري إلى مشفى البواسير التخصصي السوري. الحمد لله رب العالمين، منذ 5 سنوات بدأت العمل في الصومال ولازلت أعمل في اختصاصي، طبعا اختصاص أمراض الجهاز الهضمية والبواسير. طبعا هنا افتتحنا مستشفى، تم افتتاح مستشفى متخصص في الأمراض الهضمية والبواسير، لذلك أنا انتقلت من المشفى الصومالي السوري إلى هذا المستشفى لأنه مستشفى تخصصي في هذه الأمراض وفيه جميع التقنيات والأدوات المساعدة. عندنا جهاز اندوسكوبي وجهاز كولونوسكوبي حديث، جهاز ألماني وجهاز أولمبوس وجهاز فوجينون، وعندنا أيضا في هذا المستشفى أيضا جهاز لعمليات البواسير من دون عمليات، طبعا نقوم بربط البواسير بطريقة الربر ليجيتور، وعندنا أيضا جهاز كربون بلازما ليزر من أجل الفيستولا ومن أجل البواسير الخارجية أيضا. الحمد لله رب العالمين، منذ أسبوعين بدأنا العمل هنا في شارع طلح جانب مكة المكرمة، جانب شارع مكة المكرمة، والحمد لله رب العالمين المستشفى جيد وإن شاء الله سوف نطوره بشكل عالمي إن شاء الله. سوف نأتي إن شاء الله حتى مختبر باثولوجي للبحث عن الأمراض السرطانية الموجودة في الجهاز الهضمي والكولون، وسوف إن شاء الله نقدم أفضل الخدمات على مستوى العالم في مقديشو إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، أنا في الصومال كنت أعمل بشكل جيد، والحمد لله رب العالمين عملنا أكثر من 5000 عملية للبواسير كلها كانت ناجحة الحمد لله رب العالمين. عملنا عمليات فيستولا واستأصلنا أيضا أورام في الجهاز الهضمي بوليبس، وكشفنا كثير من الأمراض الهضمية مثل التهاب الكولون التقرحي وداء كرون ديزيز، وعملت أيضا عمليات توسيع للمري، بعضهم جاء لا يستطيع البلع، عملناهم توسيع في البالون وتوسيع من خلال المنظار الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله دائما نتمنى لأخوتنا الشعب الصومالي الشقيق دوام الصحة والعافية، ودائما إن شاء الله رب العالمين سوف أظهر بشكل دوري وأعطي نصائح، ونستقبل اتصالاتكم أيضا، ممكن نجيب بعض الأسئلة، ممكن يكون مثل برنامج دكتور أونلاينز، نساعد المرضى خاصة في المناطق البعيدين الذين لا يستطيعون الوصول إلينا. إن شاء الله سوف نعمل هذه الخدمات مجانية طبعا سوف تكون، وأيضا أنا شعاري في الصومال نحن هنا من أجل المساعدة ومن أجل الخدمات الإنسانية، الذي ما عنده ثمن يأتيني أنا سوف أعمله فري كل شيء، وحتى الدواء أنا أعطيه من حسابي. والحمد لله رب العالمين، هنا المقصد المستشفى هذا هو مستشفى خيري في الدرجة الأولى، ليس مستشفى ربحي، مقصده هو مساعدة الناس، وممكن نأخذ أشياء رمزية من الذين غير محتاجين طبعا، أسعار رمزية تكون مقارنة مع الدول الثانية أو حتى مقارنة مع الصومال هنا في مقديشو، سوف نأخذ أسعار رمزية فقط كي تغطي التكاليف إن شاء الله رب العالمين. وأريد أن أعطي بعض النصائح أيضا بالنسبة للجهاز الهضمي. طبعا الجهاز الهضمي هو معروف عنه أنه بيت الداء، بيت الداء هو الجهاز الهضمي المعدة، وأيضا يقال أن الكولون هو الدماغ الثاني في الإنسان، فهو بالحقيقة جهاز معقد جدا وجهاز مهم جدا للإنسان. الذي يشتكي من معدته أو من الكولون أو من مشكلة البواسير يكون عنده فعلا فعلا حقيقة مشكلة صعبة في حياته، سوف تكون مشكلة مستمرة وتؤثر على حياته العائلية والاجتماعية والعملية. فلذلك نحن هنا إن شاء الله من أجل أن نساعدكم، ونحن هنا إن شاء الله من أجل أن نقدم العلاج والشفاء من عند الله، دائما هذه القاعدة، الله هو الشافي وإذا مرضت فهو يشفين. فنحن عبارة عن وسيلة
نعطي نصائح ونشخص نعمل دياجنوز صحيح ونعطي علاج، ولكن الشفاء من الله ونتابع المريض إن شاء الله. طبعا هنا بالنسبة للعمليات البواسير التي نقوم بها، كل مريض نعطيه جارنتي 2 سنة، جارنتي 2 سنة. خلال هذه 2 سنة إذا في عنده أي مشكلة يأتي إلينا مجانا طبعا. هذه ونقطة. والنقطة الثانية، نريد أن ننوه على بعض النصائح للجهاز الهضمي كما ذكرنا. بالنسبة للجهاز الهضمي هو جهاز مهم جدا وحيوي جدا. فقط الكبد، الكبد يعتبر معمل الجسم. الكبد إذا أردنا أن نصنع منه معملا، فإن مساحة هذا المعمل تغطي مساحة الكرة الأرضية كلها 7 مرات. نحتاج مثل الكرة الأرضية 7 كرات أرضية حتى نصنع منها معمل يقوم بوظائف كبد شخص واحد. فسبحان الله، يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه معجزة إلهية. لذلك الجهاز الهضمي هو جهاز معقد في الحقيقة، ويجب أن كل شخص، كل إنسان ليس فقط المريض، أن يقوم بالرياضة نصف ساعة أو ساعة في اليوم من أجل أن يتحرك الجهاز الهضمي، يقوم بحركة صحيحة. أيضا من النصائح شرب السوائل، دائما ننوه على شرب كمية وافرة من الماء، 3 لتر كل يوم. هذه الحاجة الدنيا، من 2 إلى 3 لتر كل يوم من السوائل. أيضا تناول الكثير من الألياف والخضروات يوميا. أيضا تنظيم عادات الذهاب إلى التواليت أو عادات التبرز. يجب كل مريض أن يذهب إلى التواليت يوميا في الصباح، يوميا، بسبب أن الكولون يكون حركة معتادة، حركة منتظمة. أيضا من النصائح عدم احتباس التبرز أو الذهاب إلى التواليت، لأن هذا يسبب أن البراز يصبح قاسي، وبالتالي يصبح تجريح فيما بعد وتنشأ عملية البواسير لدى المريض. هذه أهم النصائح بشكل عام، لأن الوقت غير مساعد كثيرا. سوف نظهر إن شاء الله في برامج أونلاين دكتور لايف، مثل دكتور لايف إن شاء الله. في كل حلقة نقدم نشرح عن مرض معين، مثل داء الأشبيلوري، مثل داء القرحة، مثل الإمساك، مثل الإسهال، مثل في أمراض كثيرة، مثل أمراض الفم، مثل أمراض البواسير، مثل أمراض الفستولة، ما هي أسبابها. سوف نجيب المرضى إن شاء الله مجانا إن شاء الله، هذه تكون الخدمة. ونقدم إن شاء الله دائما أفضل النصائح لإخوتنا في الشعب الصومالي، ونتمنى لهم دائما دائما دوام الصحة والعافية أبدا ودائما إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد عبد الحميد أيا داوينتي سعودرنا سوودي شنتي سنة ودن بيسي موسى محمود جيسو ستار تي في مقدشو.